بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب المرحلة الثالثة في قسم الهندسة الكهربائية جامعة ميسان، أنا المدرس المساعد هشام داوود سلمان راح أكون وياكم خلال هذا السمستر في مادة الهاي فولتج، مادة الضغط العالي. وبالبداية راح نتعرف على المواد اللي تتضمنها هاي المادة في هذه الكورس. هنجي أول شيء للسيلبس ديسكريبشن. قلنا الهاي فولتج هي راح ناخذ ساعتين بساعة. أول شيء في الشابتر الأول راح نتطرق إلى المحطات الثانوية، الباور سب ستيشن. فراح نتعرف من خلال هذا الشابتر على أول شيء على الأنواع الفولتيات المستخدمة في التوليد والنقل والتوزيع، ونتعرف على أن المنظومة الكهربائية تتألف من ثلاثة أجزاء اللي هي البرودكشن والترانسميشن والديستريبيوشن. بالإضافة راح نتعرف على أنواع المحطات الثانوية ووظيفة كل محطة من هذه المحطات. بعد ذلك راح نجي إلى الشابتر الثاني. الشابتر الثاني الطلاب راح ناخذ فيه اللي هو الإلكتريكال بريك داون، الانهيار الكهربائي. طبعا الطلاب مثل ما تعرفون احنا عندنا ثلاثة أنواع للمواد تصنف حسب قابلية توصيلها للتيار الكهربائي. فعندنا مثلا النحاس، الحديد، الفضة والذهب وبعض الموصلات. هاي تبدي مقاومة جدا قليلة للتيار، ولذلك هي تستخدم كمواد موصلة، يعني مثلا نسويها أسلاك كهربائية أو باصبارات، فتكون هاي هي تكون مقاومتها جدا قليلة وبالتالي نستخدمها كموصلات. عندنا المواد الأخرى اللي هي المواد الأشباه الموصلات، هي المواد اللي تستخدم دائما في تصنيع يعني الدوائر الإلكترونية، مثل عندنا السيليكون والجيرمانيوم اللي هي تعتبر من المواد أشباه الموصلات، فتدخل في تصنيع الإلكترونيك ديفايسز يعني الأجهزة الكهربائية، مثل عندنا الترانزستور، الدايود، الانتجريتد سيركتس، الثايرستور إلى آخره. هي مادة أشباه الموصلات. وعندنا النوعية الأخرى من المواد اللي هي المواد العازلة. طبعا هاي المواد العازلة تكون تبدي مقاومة عالية لمرور التيار، فلا تسمح بمرور التيار من خلالها، ولهذا هي تستخدم في تصنيع العوازل الكهربائية. فكل ما كان العازل لا يسمح بمرور التيار، كل ما يكون هو قابلية عزله للتيار الكهربائي أو للفولتية العالية تكون أفضل. بعدنا راح ندرس طبعا في هذا الشابتر اللي هي الالكتريكال بريك داون في العازل، واحنا عندنا ثلاثة انواع من العوازل. اما ان العازل اللي هو الغاز، طبعا واللي هي عدة انواع من الغازات تستخدم في او كوسط عازل في المنظومة الكهربائية. عندنا مثلا عندنا الهواء طبعا هو يعتبر عازل جيد، ولهذا يستخدم في المحطات الاوتدور كوسط عازل بين الأجزاء الموصلة بالمحطات الكهربائية. وعندنا كذلك من الغازات المشهورة بالعزل هي ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى عندنا غاز الممتاز اللي هو بالعزل اللي هو SF6، سادس كلوريد الكبريت. هذه بالنسبة للمواد
الغازات. عندنا كذلك عازل اللي هو السولنتس، العوازل السولنتس اللي هي المواد الصلبة، مثلا عندنا الزجاج، عندنا المطاط، البلاستيك، يعني كذلك عندنا الخزف والسيراميك. هذا المواد الصلبة وعوازل، كذلك هي عوازل جيدة تستخدم كثيرا في المحطات التوزيع ومحطات التوليد كعوازل للأجزاء الكهربائية. وعندنا أخيرا اللي هي الليكويدز، المواد السائلة، هي المواد كذلك تستخدم في كمواد عازلة. وعندنا الأشهر مادة سائلة هي تستخدم في أو تدخل في تصنيع المحولات اللي هو زيت المحولات. طبعا زيت المحولات هو من المواد السائلة العازلة الجيدة، وكذلك بوظيفة أخرى اللي هي يستخدم كوسط لتبريد المحولة أثناء الأحمال الزائدة. إذن هذا في الشابتر الأول، نستخدم راح نمر في البريك داون، أو العفو الشابتر الثاني في البريك داون أوف انسوليشن، يعني انهيار العوازل، انه هي العوازل اما تكون اللي هي السوليدز او الغازز او الليكويدز. ونجي بالشابتر الاخر، الشابتر الثالث، راح نتعرف على او نتطرق للجنريشن اوف هاي فولتجز، طرق توليد الفولتيات العالية. طبعا هنا الانظمة عندنا اما تكون هي اي سي او دي سي، وراح نعرف من خلال هذا الشابتر شلون راح نولد الفولتيات الاي سي او الفولتيات الدي سي. وعندنا نوع اخر اللي هو الامبلس هاي فولتج، وكذلك ممكن انه شلون نولد موجة نبضية، نبضة باستخدام احد الوسائل اللي راح يعني نقوم دراستها. وكذا راح نشوف التستنج ترانسفورمرز والسيريز ريزيستنس سيركت، الامبلس فولتجز اوبريشن اند كونستراكشن اوف امبلس جنريتر. هذا راح كلا يعني نحاول نغطيه في الشابتر الثالث. طبعا طلاب، احنا الغاية من توليد الفولتيات العالية هو نحتاجها في المختبر عند فحص المواد العازلة، حتى نشوف هاي المواد قبل استخدامها في المحطات الكهربائية نسلطها عليها فولتية معينة، تكون هاي الفولتية أعلى من قيمتها المحددة أو المقننة اللي نريد نستخدمها في المنظومة الكهربائية. على سبيل المثال في السب ستيشن، عندنا مثلا سب ستيشن 33 كي في، وعندنا عازل مثلا من الخزف، ونريد نشوف هذا العازل هو ممكن أن يصمد أمام الفولتيات العالية اللي هي اللي مثلا عندنا فولتية الأوبريشن فولتج اللي هي 33، أو الفولتيات العابرة مثلا عندنا نتيجة تهدئة نتيجة ضربات الصواعق، أو نتيجة السيرج اللي يحدث أثناء التشغيل وإطفاء بعض يعني الفواصل الكهربائية الموجودة في المحطة. فهذا خلال هذا الشابتر راح نغطي قلنا الجنريشن اوف هاي فولتجز، توليد الفولتيات العالية. والشابتر اللي بعده راح ناخذ الميجرمنتس اوف هاي فولتج، وراح نتعرف طلاب على طرق اللي تستخدم في قياس الفولتيات العالية في سواء كان في المختبرات أو في المحطات الكهربائية. مثلا عندنا السبار جابس، وعندنا السفير جابس، طريقة السفير جابس، وعندنا اليونيفورم فيلد جابس، وكذلك الكتروستاتيك فولت ميتر والفولتج ديفايدرز. هذا اللي هو الشابتر الرابع. أما الشابتر الخامس راح نتعرف على الـ over voltages and insulation coordination اللي هو التنسيق، تنسيق العوازل والفولتيات العالية
وراح ندرس كذلك البروتكشن ضد الفولتيات، حماية المنظومة ضد الفولتيات العالية، وكذلك التنسيق العوازل. فهذه هي طلاب الماتيريال اللي راح نتناولها خلال هذا الفصل بالنسبة لمادة الهاي فولتج.